السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش في الموضوع. طبق اليوم النهاردة توست محمص أو محمر بجبنة رومي بلانشون ببصل بخضار طماطم بصل أخضر وطماطم. بس بصراحة حاجة يعني إيه، في ناس هنا قاعدين متربصين بيا عاوزين ياكلوه قبل ما أصوره. أهو شوفوا منظره يا جماعة. وطبعا في هنا بيبسي أهو، حاجة ساقعة أهو. شوفوا المنظر، تقديم الاكل كده وشكله، العين بتاكل قبل ما ايه، قبل ما الواحد بياكل. بسم الله. الله، حاجه جميله. لما بتعمل برضو الكوكتيل ده، الجبنه مع اللانشون مع الطماطم مع البصل، عاملة جو أكنها مش سندوتش، أكنها حاجة مطبوخة. لا شخصيا الله. قبلي ده جميل، بس كان عاوز بتاع قرن شطة فريف لحاية حاري جدا. الله اللهم صل على النبي. والله أكلة جميلة، تستوي إيديك إيديك يا سعيد. هي عشوة ولا طبق اليوم وخلاص النهارده. بس يتاكل بقى، ينزل كده في المعدة مرسوم نفس الرسمة دي. سؤال تحمس التوست برضو، اعمله شخصية كده ومطلع ريحة الخبز كده جميلة. اي أيوة والله، زي الخبز اللي احنا بنعمله في البيت. اعمل له حاجة مش زي ما تاكله كده، هو طري يعني، يبقى ايه، مش كده مش كده. يعني فكرة ايه النهارده؟ فكرة جميلة، ان هو بصراحة يعني مشبع الجعان. فكرة جميلة جدا. ده كان طبق اليوم يا جماعة، استودعكم الله. السلام عليكم. شكرا.